حقيقة شيخنا، هذا السؤال الذي يقدح في أذهان الجميع، أنه إذا كان الحسين يعرف أن العراقيين كما وصفهم عبد الله بن عباس أو عبد الله بن عمر أنه أهل غدر وسوف تقدم وسيصنع بك كما صنع بأبيك علي وكما صنع بالحسن، لماذا أقدم؟ أنا أعترض على كلمة العراقيين هنا، يعني الكوفة آنذاك، الكوفة آنذاك هي خليط، هي مجتمع لجند يأتون من بلدان متعددة حينما لم تكن حاضرة مستقرة للواقع الاجتماعي إلا اللهم في حدود معينة، أما الوافدين إليها كونها هي معسكر الجند كانوا يفدون إليها من بلدان كثيرة ويستقرون انتظارا لما يمكن أن يأتيهم من هدايا الغزو أو هدايا الحروب أو ما إلى من سبي وما غنائم وما إلى ذلك. لذلك من المصادرة حقيقة أن يقال أن هؤلاء هم العراقيون، مع أن عدد العراقيين مع الحسين عليه السلام لم يكن قليلا، لكننا هنا لسنا في صدد وطن أو ما إلى ذلك، وإنما في صدد ثورة لم تكن للهوية، تعرف عرقا ولونا وعمرا لم تكن هوية ووطن. الأرض والمكان وما إلى ذلك تمثل لها شيئا.